لماذا نحب بشير الجميل؟ بعد 42 سنة على الجريمة الكبرى في الأشرفية، نسأل أنفسنا ببساطة لماذا نحب بشير الجميل؟ ويسألنا أولادنا ببراءة الجاهل، ليش بتحبوا الشيخ بشير؟ ويسألنا خصومنا الألداء بلؤمن، ما الذي أبهركم بشخصية بشير؟ ويرافقون السؤال بباقة من النعوت الكليشيهات. نحب الباش، نحن جيل الحرب الأولى، لأنه عاش مثلنا في قلب الخطر، شاهدناه يخطف، سمعناه يجهر بقناعاته، شاركنا وشاركنا معارك دفاع لبنان بقناعة لا تلين. أحببناه لأنه لم يخف يوما من شدة عدو ولا هرب من مواجهة. أحببناه لأنه كان في طليعة مقاتليه في الحرب وليس متلطيا خلف شجاعتهم، موجودا كان على الجبهات يبث فيهم روح الصمود والافتخار بما يقومون به. أحببناه لأنه صاحب قرار مهما كان صعبا. أحببناه لأنه ثار على صيغ التكاذب والثنائيات التي بني عليها الوطن. أحببناه لأنه دفع عن لبنان وعن القضية التي آمنا بها حتى النخاع الشوكي. أحببناه لأنه قاد قوات لبنانية موحدة ودفع ثمن التوحيد من رصيده السياسي غاليا. أحببناه لأنه انتقد بشدة تجاوزات من أساء إلى جوهر القضية ونقائها، وعمل بكل صدق لتكون القوات صورة يفتخر بها المسيحيون على تنوع مشاربهم. أحببناه لأنه دفع لوحده ثمن تحالفات اضطرارية، لو لم تكن لكان أبو عمار وأعوانه يحكمون لبنان من أقصاه إلى أقصاه. أحببناه لأنه أوصى باحترام شهداء الآخرين يوم بلغ قمة السلطة أو شارف على بلوغها، فيما نكل الآخرون بنصب شهدائهم وأهانوا الرفات والذكريات. أحببناه لأن يده ظلت ممدودة للحوار مع ألد خصومه. أحببناه لأنه لم يساوم على بقاء الفلسطينيين في لبنان وأصر على توزيعهم على الدول العربية كافة رغم المغريات العربية وغير العربية. أحببناه لأنه واجه دكتاتور الشام وجيشه بقدرات عسكرية محدودة. أحببناه لأنه عمل على مشروع بناء دولة عصرية قوية وسعى إلى إدارة نظيفة على صورة أحلام الشباب وأمانيهم. في 21 يوما فصلت ما بين الانتخاب والاغتيال أوقد شعلة التغيير. أحببناه لأن كل واحد منا اعتبره شبيها له، أولاد عين الرمانة وأولاد مونو، أولاد الأشرفية وأولاد برمانة، كنا في الحقيقة مجرد أولاد، لدينا أمهات وآباء آمنوا مثلنا ببشير المنقذ والحلم والأمل. أحببناه لأنه عكس أحلامنا على مرآته وظهر لبنان كما نريد في وقت كان الشيخ بيير لا ينفك بيردد أي لبنان نريد. قيادة بشير لم تزده إلا قربا من الناس، ولم تزد الناس إلا إعجابا به. من كانوا يخافونه صاروا يخافون عليه، كما كتب الياس الديري مطلع الثمانينات. نحبه يا ولدي لأنه مر في حياتنا وترك لنا زادا لكل العمر. عسى أن يفهم الخصوم لماذا أحببناه. يشبه مستقبلنا كان مثلنا.